في نتائج أعمال الشركات القطرية وأبرزها ناقلات هذه المرة، ويبدو بأن إيرادات التشغيل هي ما دعمت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من هذا العام على أساس فصلي. دعونا نتوقف على تفاصيل نتائج أعمالها وكيف كانت هي العوامل التي أثرت على دعم هذه الأرباح. بداية نتحدث عن صافي الأرباح في الربع الثالث من هذا العام، كان هناك نمو بقرابة 2.6% وصولا ل 415 مليون ريال. نتحدث هنا في الربع الثالث وعلى أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ولكن على الأرباح في 9 أشهر من هذا العام شهدنا أيضا ارتفاعات قرابة 5% بقرابة 1.190 مليار ريال. كما هو معروف بالنسبة لشركة ناقلات، هي من كبرى الشركات الناقلة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمثل حصتها قرابة 13% من حصتها في سوق نقل الغاز المسال عالميا. لكن العوامل الأساسية التي دعمت نتائج أعمال هذه الشركة، لدينا إجمالي الإيرادات لاحظنا فيها ارتفاع بأكثر من 6% لتتجاوز 3.470 مليار ريال. أما العوامل الداعمة كانت عنا زيادة في إيرادات السفن بقرابة 2.660 مليار ريال، بالإضافة لارتفاع إيرادات فوائد وتوزيعات الأرباح لنحو 160 مليار ريال، يعني بقرابة 200%. لكن أيضا ما هي العوامل التي دعمت هذه النتائج، وكيف كانت هناك بعض الضغوط أيضا التي شهدناها نتيجة تكاليف التشغيل والتمويل على ربحية ناقلات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام؟ نتحدث بداية عن إجمالي المصاريف التي تجاوزت 7% في 9 أشهر، وبالتالي تجاوزت القيمة 2.280 مليار ريال. تكاليف التشغيل كان واضح بأن هناك ارتفاع ب8% وأكثر. لاحظنا خلال هذه الفترة كان هناك ارتفاعات أيضا في أسعار النفط، وبالتالي تأثيرها أيضا على حركة النقل في هذه الفترة، وبالتالي تكاليف التشغيل اللي تجاوزت 599 مليون ريال. أما بالنسبة لتكاليف التمويل كان هناك ارتفاع بأكثر من 10%، وتأتي هذه أيضا في ظل الارتفاعات التي شهدناها على معدلات الفائدة وأيضا على عمليات الاقتراض خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع التحركات التي قام بها المركز القطري بتوازي حركة الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة. أما بالنسبة لناقلات والمركز المالي الموحد بنهاية هذه الفترة، لاحظنا بأن الموجودات كان هناك تراجع ب4 أعشار النقطة المئوية، وبالتالي لدينا 4.6 مليار ريال نقدا وأرصدة، هذا بالإضافة إلى أن هناك ممتلكات ومعدات وسفن بقيمة 21 مليار ريال، وبالتالي الموجودات ككل بتمثل 32 مليار ريال خلال نهاية سبتمبر من عام 2023. أما المطلوبات كان هناك أيضا تراجعات ب4% لتصل ل 20 مليار ريال، وبالتالي منلاحظ بأن المطلوبات كان لدينا 4.8 مليار ريال مطلوبات متداولة خلال عام. فيما يتعلق بالقروض أيضا تراجعات ب2.7% خلال هذه الفترة لتتجاوز 18 مليار ريال، وبالتالي القروض هناك لدينا مستحقات بقرابة 3.4 مليار ريال خلال 12 شهرا. أما حقوق الملكية سجلت هناك ارتفاعات ب6.8% لقرابة 12 مليار ريال. إذن كانت هذه نظرة حول نتائج أعمال ناقلات خلال الربع الثالث وأيضا خلال 9 أشهر من هذا العام.